شارك سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة في الاجتماع 19 لمديري عموم معهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم خلاله تناول عدد من الموضوعات المحورية المرتبطة بمستقبل التدريب خلال وبعد جائحة كورونا، كان أبرزها ضرورة رسم سياسات استشرافية برؤية خليجية لمستقبل التدريب بعد كورونا. وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة على ضرورة التدريب بأنواعه وأساليبه المختلفة والمبتكرة، خصوصا في ظل جائحة كورونا. التدريب أصبح ضرورة اليوم، وليس فقط التدريب عن بعد. اليوم التدريب في ظل الجائحة في حاجة له أكثر من كثير من أي وقت مضى، بسبب التغيرات اللي قاعدة تصير في أسلوب العمل، طرق العمل، الإشكاليات اللي يمر فيها الموظف سواء الحكومي ولا غير الحكومي، طريقة تفكيرنا والسترس والضغط العمل اللي قاعد يصير، اختلفت كثير من الأمور. إذا لم يتم التعامل معها من خلال التدريب بأنواع مختلفة، يظل الشخص يعاني في كثير من الأمور. لذلك اليوم التدريب الإلكتروني أصبح جزئية رئيسية في عملية التدريب، لكن ما هو طبيعة التدريب اللي افترض أنه يكون موجود كذلك مهم جدا. والجائحة أعطتنا كذلك مجال أن احنا نوظف كثير من آليات الابتكار في التحرك على عملية التدريب.